كأس الرياض. وعايز أقول لحضراتكم إنه كل المملكة العربية السعودية وأهل الرياض سعداء جدا بهذا الإنجاز العظيم. ده ملعب الهلال الآن يلعب فيه الهلال في كل مبارياته، حاجة سعيدة. وزي ما بقول لحضراتكم أجمل حاجة فيه إن أنت تشعر إنك موجود جوه حفلة. أنت مش بتحضر ماتش كورة، لأنه طبعا تقنيات الصوت وتقنيات العرض وتقنيات المشاهدة ومدرجات الجماهير، الناس كلها فرحانة ومبسوطة. تقرير جميل عشان تعرفوا إيه اللي بيحصل في كينجدم أرينا النهاردة في الرياض. وطبعا كان موجود سيادة المستشار تركي الشيخ. 90 يوم اللي أنتوا شايفينه ده كله معمول في 90 يوم، يعني أنت لو بتشطب بيت مش هتقدر تخلصه في كل هذا الوقت القصير. هيدخل موسوعة جينيس انه قدروا ان هم يعملوه في وقت قصير جدا. انجاز رياضي ترفيهي عبقري. زي ما بقول لحضراتكم دائما ان موسم الرياض ليس مجرد حفلات، ولكن اشياء كثيرة اخرى بتحصل. والسيد وزير